الجمهور من العلماء. زكاة التجارة قال بها الزيدية وقال بها أهل المذاهب الأربعة أنها تجب فيه، وخالف فيه أهل الظاهر فقالوا لا تجب الزكاة في التجارة، وقالوا أن الحديث الذي استند إليها الجمهور حديث ضعيف. ثم بعد ذلك أقاس العلماء الهادوية المستغلات على التجارة وقالوا من كان بيكري حواديته أو بيكري بيوته أو فنادقه أو أي شيء فإن عليه أن يخرج الزكاة، يخرج الزكاة ربع العشر. ربع العشر مما من قيمة البيت، يثمنوا البيت هذا الذي بنكريه قالوا هو يسوى مليوني، طب العشر من المليونين هذا العشر كم؟ 200,000. طب ربع العشر 50,000. نقول للرجل الذي بيته بمليونين نقول له اخرج 50,000 ريال زكاة، في حين أنه في بعض الأحياء ما بكريه إلا 4,000. ففي 12 شهر كم سيكون؟ 48,000. عادوا أيخسر على هذا 2,000. هذا في البيوت القديمة بيوت صرعة، أما في البيوت الحديثة الفاخرة العظيمة الذي بيشروها من السفراء بالدولارات فهذا يمكن أن نقول أن البيت بكذا كذا، ولكن قد بيأخذ كذا، ولا في بعضها يكون أكثر من هذا. هذه زكاة المستغلات لم يقل بها لا الشافعية ولا الحنفية ولا المالكية ولا الحنبلية ولا غير الظاهري ولا غيره، لم يقل بها إلا الإمام الهادي قياسا على زكاة التجارة بجامع كون كلهما فيه منفعة. هذا التجارة هي في الأعياء والمستغلات، هذا هي في المنافع لأنه غير بيأجله ما بيبيعش، هكذا قالوا. ولكن ردت عليهم الشوكاني في سيل الجرار وفي وبل الغماء وقال ما قد اعترفناش أول بالأصل ثم لا اعترف بصحة القياس، وقال هذا لم يقل بأحد لا من أصحابه ولا من التابعين ولا من أئمة الفقه المتبوعين وغير المتبوعين، إنما هذه عبارة عن مذهب للإمام الهادي في البلاد الهدوية فقط. هذه زكاة المستغلات ولم تطبق في أيام الأئمة، ما سمعناش في أيام الإمام أنهم كانوا يضبطوا من بيكري حواديته أو غيره أنه يأرس. أكثر حواديت شرعة هي لناس آخرين ولكن بيكروها كره، ما قد سمعناش أنهم كانوا يطالبوا إلا في بعض الأحوال، يسموها زكاة المسكفة ما يستواش ولا شيء. لا الضرائب شيء ثاني قليل، هالضرائب زكاة الحق شهر في السنة كلها قليلة، هذا كثير الجور قوي فرق ما بينهن. إذا الإنسان بيكري بيته وتجد الضرائب أيسلم في السنة 4,000 ريال، هذا أيسلم 50,000 ريال فرق ما. الضريب عبارة عن شيء دمس وما بيغاوها ما بيطوهاش. ماشي السياغي في الروضة الذي ما يتكلم إلا ما جاء في مجموع الإمام زيد بن علي، وما كان من في غير زيد بن علي فلا يتكلم بها أبدا، لا لا أبدا. بل إذا اختلف الإمام الهادي والإمام زيد بن علي فالسياغي يقوي مذهب زيد بن علي ضد مذهب الهادي، لأن وظيفته أن يأتي بشواهد للمجموع ثم يؤيد رأي زيد بن علي ولو كان الطرف الثاني الإمام الهادي. أي نعم، السياغي يخدم مذهب الإمام زيد بن علي أعظم مما يخدم مذهب الإمام الهادي، ولهذا يأتي بأشياء
مخالفة لمذهب في أول ما بدع في مسألة الفرجين، هل الفرجين من أعضاء الوضوء أو لا؟ الجمهور من العلماء يقول أن الفرجين ليس من أعضاء الوضوء، وخالف الإمام الهادي. السياغي في الروضة النظيف ساق ما قاله زيد بن علي في صفة الوضوء، ثم قال وهذا دليل على أنه دليل على أن الفرجين ليس بأعضاء الوضوء، وهذا إنما هي من بعض علماء الهادوية المتأخرين. أما الإمام زيد بن علي فلم يقل به، وأما الإمام الهادي فقد طالعنا في كتاب الأحكام وفي كتاب المنتخب لا يقول به أبدا، إنما قال به المتأخرين، وهو القاضي جعفر بن عبد السلام في كتاب النكات، والقاضي حسن النحوي في كتاب التذكرة، والبهدي في كتاب الأزهار وغيره. أما الإمام الهادي نفسه والإمام زيد بن علي نفسه لا أدري. اجتهد في مسألة الجمع بين الصلاة بالحضر، اجتهد من نفسه ولا منو؟ انت شواهد لزيد بن علي أيد الجواز الجمع بين الصلاتين في الحضر السياغي، لأن زيد بن علي أجازه في الحضر. وبعد ماله هو بيتاجر بالبيوت او لا؟ هذا يسمى تاجر بيوت، فعليه يدي زكاة التجارة، وكذلك من بيشتري ارض ويبيعها وصلت وصلات هذا عليه زكاة التجارة، لان زكاة التجارة ليست خاصة بالاشياء المنقولة، بل ولو بيتاجر في التراب هذا اذا هو بيبيعه. واني غير مصادفة أنه عمل هذا التاري لنفسه ولأسرته، ثم جاء واحد طمعه فلا تجب عليه الزكاة، هذا راجع إلى ذمته، هل عبره لأجل يجلس فيه ولكن جاء ناس طمعوه فهذا ليس عليه الزكاة. وإن كان ما قصد إلا يبيعه ويربح فهذا عليه أن يخرج زكاة التجارة. ها؟ يخرج زكاته، يخرج زكاته ما دام وهو بيدخل الناس يطوفوا كل يوم، بتبصروه بيطوف واحد وكل يوم، والسباسر بيتعصروا جنب البيت، هذا دليل على أنه هذا قصد التجارة، فعليه الزكاة الخمس سنين ويتيها بسيطة من حال الربح. هذا الخمسة المليون قد بتغايضني، قد بتلا فميري. قال وكذلك هذا الإمام زيد بن علي في مجموع الضم وأيدها السياغي، والهادي ما يقولش به. كذلك سياب أبو الشك في المذهب الهدوي أنه يسحب سياب الشك، وفي مجموع زيد بن علي أن علي بن أبي طالب لم يسحب الشك فأيدها السياغي. ماله؟ ماشي من المين تقدر كنت زايد معاهم؟ ها؟ لا لا ماشي، وهو الذي بيض بالوجه. فوصل السيد العلامة محمد بن محمد زبارة إلى القاهرة يطبع الروضة النظيف، وكانوا يعجبوا بالروضة النظيف وأدلته وسياقه للأبحاث وهذا، وقالوا هذا باهر. ما كنا نظن أنكم على هذا المذهب، ولا كنا نعتقد أكثر وافق لمذهب أبي حنيفة. قال وأنا ما قد كنت أقول لهم أن عدبها الهادي وأنه بيختلفوا، بس كب على ما قالوا هذا. وقالوا بيعتقدوا أن مذهبنا الذي بنطبقه في صنعاء هو مذهب سيد بن علي، وما عادوا خرهن قد طالعوا فوجدوا أبحاث قيبة، ووجدوا أكثر موافق للمذهب الحنفي وقرضوا وأيدوا. قال ولا صديت أزيد أقول لهم أن عدم متفرع من مذهب الهادي وعدم كذا، خليناهم على ما هم عليه لليوم. ها؟ ماله؟ لا دي ما قد تعرف هذا. الخلاصة أنهم قالوا ما قد كناش نظن، لأن سياقه يستطيع أنه يبرز الأدلة ويرد عليها بنظام حركته حينما يأتي بقوة، بقوة مش هو
بس على واحد بعض الكتب ضعيفة حقها الله. أبا هذا فو والسعوديين بعضهم عجبه واحد ها؟ ما هوش مجتهد. مش مجتهد. هذا أن يكون مجتهد ولكن ما شو مجتهد بدليل أنه ما بيأيد إلا زيد بن علي بن أول كتاب لآخر كتاب. ها؟ واحد من علماء السعودية طالعه فعجبه ثم لقي في آخره في آخر الجزء الأول أو في أول الجزء الثاني حي على خير العمل ركز ساتر جزر أزبط طرع الكتاب بس عجبش لقى القاضي حسين السياغي قال ما هو لك القاضي السياغي الذي ألف الروضة الذي قال هو جد والدتي فوجدتي من جهة الأم قال هذا الكتاب جيد إلا أنه ما حقه حين تكلم بالحي على خير العمل فالقاضي حسين جواب عليه قال جرنا البقص وقصات أيوه وقرأوا اكتب إذا هو الملح أو خلي عالم يرد عليه واعملوا عكر راسه وصلبوها بجنبه وأما قد اعجبك الكتاب ورجعت فلت العجل هذا بقى فلته أي محمد القرضاوي أيد الزكاة المستغلة أيد الهادي قد كنا اليوم الأول أن القرضاوي أيده لكن القرضاوي ما بيرضش إلى النصوص بينظر إلى العقليات قال وعندما أخرج زكاة كل شيء منه ولا أخرج الزكاة من شيء عن شيء غيرك قال مالك الأمر عندنا في الرجل يكون على يدي وعنده من العروض ما فيه وفعل ما عليه من التهر ويكون عنده من الناف سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دينه فلا زكاة عليه حتى يكون عنده من الناض فضل عن دينه عن دينه ما تجب فيه الزكاة فعليه أن يزكي هذا كل فكر ولا بحديث في ما درسنا اليوم من أول الآخرة كل فكر ولا به واحد منهن حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كله فكر الله تعالى جواز النصر في زمان الولي بن عبد الملك وسليمان وعمر بن عبد العزيز هذا كلام عن عمر بن عبد العزيز هاتف إليه عن عبد لمن مر بك من المسلمين فأخذ مما ظهر من أموالهم مما يريدون من التجارات من كل 40 دينارا ربع العشر فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 20 دينارا فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يدورنا من التجارات من كل 20 دينارا فما نقصا فبحساب ذلك الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أن الرجل إذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا بزا أو دقيقا أو ما أشبه ذلك ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول فإنه لا يؤتي من ذلك المال زكاة رقيقا أو ما أشبه ذلك ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول إنه لا يؤتي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة وإن طال زمانه هذا كله فكر من فكر الإمام مالك ليس بأحاديث مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا موقوفة على الصحابي ولا من كلام التابعي هذا من أقوال مالك ابن أنس يقول لنا أن عمر بن عبد العزيز كان يأمر بأن يأخذوا ربع العشر من المسلم للتجارة إذا كانت الأموال للتجارة
ومن أهل الذمة إذا كانوا يمرون علينا لكن باسم ضريبة أو باسم يعني جزية أو غيره، لأن الكافر أهل الذمة ليس عليهم زكاة. لكن يقول العلماء إذا كاد الكفار يأخذون ضرائب من تجارنا الذين يذهبون إلى بلاد الكفار فنقابلهم بالمثل، ونأخذ من الكفار الذين وصلوا إلى بلادنا. المراد بهذا وهو رأي عمر بن عبد العزيز عمر بن الخطاب، إن أخذوا من تجارنا الخمس أو العشر أو نص العشر فنأخذ من تجارهم. هذا رأي لأمير المؤمنين عمر ولعمر بن عبد العزيز أيضا، وهو أيضا مذهب الهادوية الزيدية المنصوص عليه في الأزهار، أننا نأخذ من الكفار إذا وصلوا إلى بلادنا واتجروا، فنأخذ منهم مثل ما يأخذ الكفار من الضرائب على المسلمين الواصلين إلى بلادهم. هذا كلها اجتهادات. وأيضا في الاجتهاد أنه لا يأخذ إلا زكاة واحدة ولو طالت عدة سنين، مع أن العلماء الذين يقولوا بزكاة التجارة يقولوا مهما كان المال هذا للتجارة فيجب عليه أن يخرج ربع العشر في آخر السنة مطلقة، سواء قد كان حال الحول وهو بيتجر بها أو حال الحول ولم يتجر بها، المهم إذا كانت من أموال التجارة. وإن طال زمانه فإذا باعوا فليس إلا زكاة واحدة. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو تبرا أو غيرهما للتجارة، ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول، ثم يبيعها أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها إذا بلغ ثمنها، ما دام هو اشتراها للتجارة فعليه أن يخرجها سواء حال البيع أو بعد البيع أو قبل البيع، المراد حال ما يحول الحول. قال: حين يبيع إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة، وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه، ولا مثل الجداد حين يقطع الشجر. قال مالك: وما كان حين يقطع التمر، وما كان من مال عند رجل يديره للتجار ولا يقضي ينض لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة، فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيها ما كان يقوم فيها ما كان عنده من عرض للتجار، ويحصي فيه ما كان عنده من نقد أو عين، فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه. إذا طرع الإنسان مع فلوس عند تاجر يتجر بها ويأتي له بنصف الربح وهو الذي يسمى المضاربة، فعلى الإنسان أن يخرج زكاة المال، مش على هذا الذي بيضاربه عنده، هو عبارة عن أجير وليس بمالك. يديل مليون ويقول لي يتجر بها، وبعد ما يتجر بها يجي بعد سنة يقول قد ربحنا 200,000، 100,000 لك و 100,000 لي. على من الزكاة؟ الزكاة على صاحب الماء، لأن المضارب عندها الماء ليس بمالك وإنما هو أجير ولا دخل للأجير. قال: على رأس الماء وعلى على الربح إذا قد مضى عليه حول، وهذا إذا بلغ الإجر حقه نصاب وبضى على الحول وجب، وإلا فلا. قال: ويحصي فيما كان عنده من نقد أو عين، فإذا بلغ ذلك كله ما تجب في الزكاة فإنه يزكي. وقال مالك: ومن تجر
من المسلمين ولم ومن لم يتجر سواء ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام تجروا فيها ولم يتجروا إذا هو من الورق إذا هو من الفضة. الفضة والذهب يجب فيها الزكاة مطلقة سواء بتجروا فيها أو لا. باب ما جاء في الكنز. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو فقال هو المال الذي لا تؤتى منه الزكاة. بشر الذين يكنزون الذهب والفضة إلى آخر الآية. قالوا الماء والكنز الذي ورد في هذه الآية قال ما أتى الإنسان زكاته فلا وعيد عليه ولا يسمى كنز. ومن لم يؤتي زكاته فهو من الكنز الذي توعده القرآن بأنه سيعذب يوم القيامة. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه كان يقول من كان عنده مال لم يأتي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان نقطتين. الشجاع المراد بها الحنش الثعبان أو الحية له زبيبتان أي نقطتان يضربه حتى يمكنه يقول له على كنزك. هذا الحديث قد ورد بما هذا الحديث موقوف على الصحابي أبي هريرة ولكن قد ورد في الأحاديث ما يدل على هذا. صدقة الباشية. حدثني يحيى عن مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصدقة في 24 من الإبل فدونها الغنم في كل 50 شاه وفيها فوق ذلك إلى 35 شاه وفيها فوق ذلك إلى 35 إذا بلغت الإبل 35 ففيها ابنة بخاض وهي الناقة الصغيرة الذي عبرها سنة واحدة عاد تبخضت بها أمها ووالدتها لم يمض من عمرها إلا سنة واحدة. إبرة البخاض هي الناقة الصغيرة التي عمرها سنة واحدة فإن لم تكن ابنة بخاض فابن الأبو. إذا ما وجدت معه إبرة بخاض فيتي جمل صغير عمره عامين. ابن اللبون هو الجمل الذي قد مضى من عمره عامين. فابن اللبون ذكر لأن الأنثى من الجماع ومن الخيل تكون أغلى ثمنا من الذكور. وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون وفيما فوق ذلك إلى 60 حجة طروقة الفحل. الحجة الذي استحقت أن يدركها الفحل ودي في 3 سنين. الحجة ما كانت في 3 سنين وبنت لبون ما كانت في 2 سنين وإبرة بخاض ما كانت في 1 سنة. وفيما فوق ذلك إلى 75 جذعة. الجذعة ما كان عبرها 4 سنين وفيما فوق ذلك إلى 90 ابنة لبون وفيما فوق ذلك إلى 20 و100 حكتان طروقتا الفح. فما زاد على ذاك من الإبل ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حجة. وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 و100 شاة وفيما فوق ذلك إلى 200 شاتين وفيما فوق ذلك إلى 303 شياه. فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاة ولا يخرج من هذا. موقوف على أبي عمر بن الخطاب ولكنه من مأخوذ من كتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
هذا مأخوذ من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع إليه في حديث عمرو بن حزم وغيره. ولا يخرج في الصدقة تيس، لأن الرعوي مع 40 أو 50 معزة وبينها تيس الذي ينزو عليها لتحبل، لا يجوز للمصدق أن يأخذ التيس عليه. ولا هربة، لا يجوز للغني هذا الرعوي أن يخرج الهرمة الكبيرة السن الذي ما عبش معها أسنان ولا تقدر أن تأكل، ولا ذات عوارن، ولا ذات عوارن يعني ما كان فيها أي عيب، ما كانت ترد في البيع ويعد عيب، لا يجوز للرعوي أن يخرجها كما لا يجوز للمصدق أن يأخذها إلا ما شاء المصدق. ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لا يجوز اثنين كل واحد وحده أخوه، هذاك معي 20 وهذاك معي 20 من الغنم، لا يجب، لا يجوز للمصدق أن يخلطهم يجعلهم جميعا في حدر واحدة وفي شركة عرفية واحدة لأجل يكتب عليهم زكاة شهر، هذا لا يجوز. وإذا كانوا مجتمعين مختلطين، واحد مع 40 واحد مع 40، فيخشوا في جي المصدق يقول لهم أنتم مجتمعين والعادة أنتم مفترقين ويفرقهم لأجل يكتب على هذا معزة وعلى هذا معزة، هذا لا يجوز. كما أنهم لا يجوز أن يتحيلوا إذا قد كان معهم 140 مثلا شاه في سموه قبل ما يجي المتصدق، هذا يشل 135 وهذا يشل 65 وهذا 65، هذا ألزمه شاه وهذا ألزمه 65 ماشي، إذا قد كانوا مثلا 70 يلزم الشاه، في افترقوها 35 في 35 ما بلغش النصاع، لا يجوز للمصدق أن يفرقهم كما لا يجوز لهم أن يفترقوا. قال ولا يفرق بين مجتمعين خشية الصدقة. وما كان يعني إلا إذا كان المصدق قد رضيها، ما كان المصدق قد رضيها فنتيه، فالعهد على المصدق هذا. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصدق أن لا يأخذ كرائهم الأبواء ولا يأخذ الجيد منها ولا يأخذ إلا المتوسط ولا يأخذ التيس، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصدق أن لا يأخذ التيس ولا الجيد من الأنعام ولا ما كان في البيت يعني يحتاجه للبيت. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرعوي أنه يعني أن الرعوي هذا يصير يأتي الشيء الردي، بل يأتي بالأوسط الذي يرتضيه المصدق، والمصدق هو المأمور بأخذ الصدقة أي بأخذ الزكاة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، إذا هم مختلطين وعليهم شاه أو معزة، فإذا هم مختلطين واحد معه 40 واحد 40، قال لهم المصدق اتوا شاه واحد، أخذ الشاه يغرمها الاثنين، إذا أخذ من حقي في تلي الشريكي نصف قيمتها، وإن أخذ من حقه فأتي له بنصف قيمتها. ها؟ 20 في 20. وإذا واحد معه 10 وواحد 30، فنقول قيمة الشهادة 3/4 يتيها فلا وربع يتيها فلا، يعني يجوز يأخذ المصدق القيمة، لا لا يتساووا يترددوا،
نقول شل شل واحد بالنهن الذي مناسبه لا هي من الأعلى درجة ولا من أسفل درجة أخذها صادفت في بلك واحد منهم نقول حاسبه بالباقي. قال وفي الركة إذا بلغ خمس أواق ربع العشر الخمس الأواق هي يجلب فيها ربع العشر والخمس الأواقات من الجمع أوقية هذا من الفضة قد قلنا لكم أن علماء اليمن قدروها بخمسة بستة عشر ريال فرادسي إلا ربع وقدرها علماء مصر أو الشام أو غيره بخمسمائة جراء وخمسة وتسعين جراء فمن كان معه من الفضة كمية وقال لنا هل تجب علي فيه الزكاة أو لا فقل اذهب فنقول له اذهب إلى السائق وقل له يزينها فإذا وقعت خمسمائة جراء وخمسة وتسعين جراء فعليك فيك الزكاة وإن كانت أقل من ذلك فليس عليه الزكاة وأو نقول له اطلع إلى صلع القديمة وانظر كم قيمة ستار عشر الريال الفرادسي كم قيمتها الآن فإذا قيمتها معك فلوس أو فضة أو غيره مثلها فعليك أن تخرج ربع العشر. بل المسرح السيل والجيم فإذا الراعي واحد اللي بيشلهن ويردهن فيسموا شركة ولو كل واحد في بيته. باب ما جاء في صدقة البقر. حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاووس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأتي لأن النصاب في حق البقر ثلاثين وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ من شيئا وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيئا حتى ألقاه فأسأله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل ما رجع معاذ بن جبل إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان لمح له النبي حينما ودعه عند سفره من المدينة إلى اليمن قال له لعلك لا ترجع إلا وقد توفيت فكان كما قال ما توفى النبي صلى الله عليه وسلم وابعاد بن جبل في اليمن. قال مالك أحسن ما سمعت في من كان له غنم على راعيين مفترقين أو على رعاء مفترقين في بلدان شتى أن ذلك يجمع على صاحبه فيأتي صدقته ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو المرك متفرقا في أيدي ناس شتى أنه ينبغي له أن يجمعها فيخرج ما وجب عليه في ذلك من زكاتها يجمع ما في الذهب عند وكيل الفلاني وما عند فلان من الذهب لأجل كلها داخل في ملكه ويخرج الزكاة. وقال مالك في الرجل ها؟ مدريه أراد أنه يجمعها في شيء واحد أو لا بيقول يكون له الذهب أو الورق متفرقة هل المراد يكون له الذهب متفرق والورق متفرق أو لا بيقول أنه يخلطها لأنه الذي تقدم أن الصحيح أننا لا نجمع أحدهما إلى الآخر قال بكسر الوطن أن يجب أن يجمعها فأخرج ما شوفي لك زكاتها. ها Thank you.
الظاهر على تفسير العلماء بيقولوا أن الخلطة في المسرح وفي السير والجي في الرواح وفي الصباح حال ما تخرج الصبح جمعا مع راعي واحد وترجع النهار مع راعي واحد أنهم يسموا شركة، وأنهم إذا قد كانوا اجتبعا كل وبلغ النصاب ولو كل واحد ما معه إلا جزء. وقال مالك في الرجل يكون له الضان والمعز أنها تجمع عليه في الصدقة، لأن المعز لم يتكلم منها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بيجعلها داخلة تحت الغنم، فإن كان فيها ما تجب في الصدقة صدقات. وقال إنما هي غنم كلها. وفي كتاب عمر بن الخطاب وفي سائمة الغنم الغنم أكثر، نعم، كذلك الحمير قد كانت في الجزيرة العربية أيام النبي قليل، ولهذا أكثر الأحاديث وأكثر الأشعار كلها في الإبل والغنم، والحمير قليل ما يتكلموا منها، وكذلك البقر قليل ما يتكلمون. كانت الإبل والغنم في البلاد العربية أكثر من المعز ومن الحمير. وفي كتاب عمر بن الخطاب وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاه، قال مالك فإن كانت الضانية أكثر من المعز ولم يجب على ربها إلا شاه واحدة أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن، لأن الضأن عند الناس أحسن من المعزة، المعزة أذيتها أكثر من حليبها، المعزة أذيتها أكثر من لبنها، بينما الشاة لبنها كثير وهي هادئة. قال ولم تجب على ربها إلا شاة واحدة أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن، وإن كانت البعز أكثر من الضأن أخذ منها، فإذا استوى الضأن والبعز أخذ الشاة من أيتهما شاء. قال مالك وكذلك الإبل العراب والبخت، يعني نوع من الإبل يسمى الإبل البخت وبعضها تسمى العراب والبخت، هذا يعني البخت الظاهر إني أفضل من العراق. قال ولم يجب على ربها إلا بعير واحد فليأخذ من العراق صدقتها، فإن كانت البخت أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أي ما شاء. قال بالك وكذلك البقر والجواميس، البقر والجواميس هي فصيلة واحدة ولكنها متفرعة تجمع في الصدقة على ربها، إذا كان مع الإنسان 20 جاموس و20 بقرة فكلهن داخلات في عموم البقر. وقال إنما هي بقر كلها، فإن كانت البقر أكثر من الجواميس فلا تجب على ربها إلا بقر واحدة فليأخذ من البقر صدقتها، وإن كانت الجواميس أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أيتها شاء. فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعا، يعني إذا صادف أن من الجواميس نساء ومن البقر نساء فيأخذ على كل واحد من الصنفين من رأسها، فيأخذ جاموسه ويأخذ بقره. قال مالك من أفاد قال الإمام مالك أننا نعمل بالأكثر، فإذا قد كانت الأكثر هنا الجواميس نأخذ جاموسه، وإذا كانت الأكثر هي البقر فنأخذ بقره، فإذا استوي كلهن في العدد وهن مثلا 20 في 20 فليأخذ المصدق ما يريد. أما إذا قد بلغت
النصاب 30 بقرة و30 جاموسة فليأخذ جاموس من هنا وبقر من هنا. ماذا الرعوي؟ استأجر 30 بقرة. يستأجر بقر يعني. هل الزكاة تصبح على المالك ولا على المستأجر؟ أنا مستأجر ما بشله دخل. ما بشله دخل المستأجر لا في الفلوس ولا في الإبل ولا في غيرها. المالك هو الذي يخرج الزكاة سواء في الغنم أو في البقر أو في الذهب أو في الفضة. مالك؟ أبدا. على المالك الشريك المستأجر لها ليس له دخل. قال مالك بن عفان ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم عفان إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية والنصاب ما تجب فيه الصدقة إما 5 ذود من الإبل وإما 30 بقرة أو 40 شاة. فإذا كان الرجل 5 للرجل 5 ذود من الإبل أو 30 بقرة أو 40 شاة ثم أفاد إليها إبلا أو بقرا أو غنما باشتراء أو هبة أو ميراث فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها وإن لم يحل على الفائدة الحول. هكذا قال صاحب الأزهار. قال حول الزايد هو حول البزيد وحول الفرع هو حول الأصل. هكذا قال في الأزهار معنى ما قاله الإمام مالك. فإذا كان مع الإنسان 40 من الشاة مضى عليها الحول فيجب عليه أن يخرج عليها زكاة. فإذا صادف قد ولدنا من السخر الذي ما قد عمرهم إلا 3 أو 4 أشهر قال في الأزهار حول الفرع حول أصله في الدي زكاة ويحسب الصغار هذا منهن ولو ما قد كان إلا في 4 أشهر أو 3 أشهر ما بضش عليها الحول. وكذلك الزيادة إذا كان مع الإنسان شيء يترجل به أو ذهب أو غيره ويخرج زكاة في رمضان وبعد رمضان في المحرم أو في رجب ضم إليه شيء آخر هل يزكي معه ويحسبه مع 100,000؟ مع هذا الرجل 100 جرام من الذهب زكى عليه في رمضان وقال ما عشا زكي عليه إلا في رمضان الثاني. لو بقدوا في شهر ربيع استاد 20 وقع 120 جرام. فإذا جاء رمضان قال الإمام مالك أن احنا نضم زكاة فنخرج 10% و20 الجرام ولا نخرج أعني الزكاة على 100 فقط والعشرين حول الزايد يكون حول المزيد. هذا رأي الإمام مالك هو رأي الإمام المهدي صاحب الأزهار للمذهب الهادوي. والإمام الشوكاني يقول ماشي هذا لم يدل عليه دليل بل لا يجب عليه أن يخرج على الشياة الصغار هذا إلا إذا قد مضى عليها الحول الكامل وذلك في ربيع في السنة الثانية. وكذلك الزايد من الفلوس قال لم يدل عليه أن نحن قال القرضاوي وغير من العلماء قالوا إن كان بالنظر إلى النص فالنص يقول أنه لا يخرج إلا ما كان على الأصل وإن كان للأحوض لأنه فيه مشكه يشتي يحسب لكل شاة أي حين ولدت والرعوي لا يقرأ ولا يكتب. واحد من الشيات ولدت في أول محرم والثانية ولدت في آخر محرم واحد ولدت في الحجة واحد في آخر الحجة واحد في أول شوال واحد في ويشتي يعرخ لكل واحد. ها؟
كذلك في الذهب إذا استعدى. فلهذا قالوا ما قاله الشوكاني وغيره أصح، وما قاله صاحب الأزهار وغيره قالوا أعمل بالأحواض لأن فيه مشكة، ما يستطيعش أنه يعرخ للفلوس هذه. فقالوا فالأولى أنه يجلس لآخر الحول ويرصد ما معه، سواء مما قد مضى عليه الحول أو مما ضم إليه. قالوا هكذا أضبط مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام المهدي صاحب الأزهار أحوط، ومذهب الشوكاني أقوى من ناحية النص. تعالوا ما بيش نص يدرى، النص بيقول لنا أننا لا نتي الزكاة إلا إذا قد خرج ومضى عليه الحول، وإلا فلا. لا فرق، حول الزايد حول المزيد. فإذا باع 40 بقرة وزكى عليها في ربضة، وبعد مات قريب له فورث 20 بقرة وضبها إليها، قالوا يخرج في ربضات زكاة الستين 40 و20. هذا كلام مالك وهو كلام صاحب الأزهار للمذهب الزيدي الهدوي. وكلام الشوكاني يقول لا، لا يخرج ولا يحسب إلا 40 البقرة ويخرج زكاتها. أما 20 هذا فلا يرجع يخرج زكاتها إلا في جماد، لأنه ما دخلت في ملكة إلا في شهر جماد. ولهذا قالوا أن مذهب من يقول أن الفرع حوله حول أصله والمزيد الزايد حول مزيده قالوا أضبط، وهذا قالوا أنه أقوى من ناحية النصوص، لأن النصوص ما تقول شبه. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن حول الزايد يكون حول البزيد، ولا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حول الفرع حول أصله، بل قال في 40 الغنم شاه فقط. إذا مضى الحول فهذا الشيات الجداد ما قد مضش عليه الحول يراجعوا كذا. فلهذا قالوا مذهب الشوكاني ومن وافقه هو باعتبار أنه أضبط، وباعتبار لكونه وافق النصوص، لأن النبي بيقيد بالحول وما قالش أن حول الزايد هو حول المزيد، ولا قال حول الفرع هو حول الأصل، بل قال في الأحاديث أن كل شيء يكون حسب حوله. وهؤلاء العلماء الآخرين قالوا لأنه أضبط، لأنه ما يستطيعش أن يضبط أي حين دخلت الفلوس، لأن التاجر في اليوم الواحد يوم يخسر ويوم يربح، يوم تستاء ويوم تنقص طول السنة ما يصيرش يضبطها. والرعاوي يوم يعني يستاد الغنم ويوم ينقصها ما يستاد. فهم أهل المذهب الهدوي والإمام مالك قالوا يضبطها على شهر معروف ويخرجها حتى الأصل وحتى الفرع، وانتوا رجعوا ماذا تريدوا أن ترجعوا، هل ترجعوا كلام الشوكاني أو كلام مالك والهادوية؟ كلهم هابك نظروا إلى الأحواض وإلى السهولة، وهابك نظروا إلى النصوص. هل بلغت النصاب أو لا؟ سواء بلغت أو ما بلغت، هل يحسبها جنبها أو ما؟ لا بد من ما يراعوا، ولا تجب عليهم إلا إذا قد مضى الحول، سواء بلغت النصاب أو لم يبلغ النصاب. كيف؟ خلاص بعد ما أظهر معه في ربضاء 40 شهر خرج زكاته، ثم هنا خرج له زكاته وقال إن شاء الله ما أخرج زكاته إلا مرة ثانية في رمضان الثاني، لا ما جاء في في شهر القعد وشوال والحج ومحرم وربيع وكذا استادي.
ما جاء هذا الربضات إلا وقد بيع 20 فوق 40، فذا الحين هل يحسب كل عيد ويخرج زكاة الكل أو زكاة 600 جرام ذهب أو فضة أو غيره أو لا؟ قال الشوكاني لا يزكي إلا ما مضى عليه حول، وهذا كراعي لا رجب، وهذا كراعي لا جماد، وهذا إلى آخره. وأهل المذهب الهدوي ومالك قالوا يرصدها ويدخل زيادة لأنه أضبط. تأجيل الزكاة من سنة إلى سنة للضرورة والماشي بعيد شتفة، لأن بعضهم يتوهم يقول ما زكاش، قال خلاص ما زرزر، بشو ما زرزر؟ دين الله حتى أن يقضى، فمن عند الزكاة عامي فليخرجها ولو اليوم، ومن عند الزكاة 3 أعوام يخرجها ولو اليوم، من عند الزكاة 10 سنين من قبل 30 سنة يخرجها ولو اليوم، ما قدش ما زرزر، يتصور أنه غريب دعم الدحين وذلعي، دين الله حتى أن يقضى. أي هذا لازم، فإذا مات فدين الله أحق أن يقضى، من مات وعنده عدة زكوات فدين الله أحق أن يقضى. قال فإن كان فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها، وإن لم يحل على الفائدة الحول، وإن كان ما فات من الماشية إلى ماشيته قد صدقها قبل أن يشتريها بيوم واحد أو قبل أن يرثها بيوم واحد، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته، دخلت في ملكه ودخل الفرع في الأصل ودخل الزيادة في المزيد. قال مالك ولو قلت المالك الأول سقط على الوجوب ودخلت في المالك تصادف في أول يوم في رمضان، باع الإنسان حقها الشياء، خرج الزكاة حقه في أول رمضان وفي ثاني رمضان باعها من واحد ثاني، صادف الواحد الثاني ما قد خرج زكاته. قال الإمام مالك نضبها إليه ويخرج زكاتها، لأن حول الزيادة حول المزيد، هكذا قال. كل الفروع وكل الفكر ولم يرتبط بالأدلة. قال مالك وإنما مثل ذلك مثل الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل آخر عرضا، وقد وجبت عليه في عرض ذلك إذا باعه الصدقة، فيخرج الرجل الآخر صدقته هذا اليوم ويكون الآخر قد صدقها من الغنم. قال مالك في الرجل إذا كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة، فاشترى إليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة أو ورثها، أنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة حتى يحل عليه الحول من يوم أفادها باشتراء أو بإناث، وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من إبل أو بقر أو غنم، فليس حتى ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة، لا يضم الإبل هذا ثنتاً بقر، ثنتاً من الإبل و20 من البقر و30 من الغنم يجمعهن كلهن فيبلغن أكثر فيخرج لا، هذا صنف مستقل وهذا صنف مستقل. كذلك الذهب لا يخلط بالفضة، كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة، فذلك النصاب الذي يصدق معه ما فات إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية. قال مالك ولو كانت الرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف منها الصدقة، ثم فات إليها بعيرا أو بقر أو شاة صدقها مع ماشيتي حين يصدقها، وهذا أحب ما سمعته إلي في ذلك. قال مالك في الفريضة تجب على الرجل، فلا توجد عنده أنها إن كانت إبرة بخار، فلم توجد أخذ مكانها إبن لبون ذكر، لأن كما تقدم إبن اللبون الذكر إبن سنتين يعادل بنت البخار بنت السنة الواحدة، وإن كانت بنت لبون أو حكة أو جذعة ولم تكن عنده كان على رب المال أن يبتع له حتى يأتيه بها، ولا أحب أن يعطيه قيمتها. ما في الأحاديث المتقدمة أنه إذا عند حكة وما يلزم إلا ابنة الأبو فيردته، وهو يردت له 20 درهم، ولا أحب أن يعطيه قيمتها. وقال مالك في الإبل أنه واضح
يعني الذي الإبل الذي بسنين ويضل عين الماء، والبقر السواني وبقر الحارث، إني أرى أن يؤخذ من ذلك كل إذا وجبت فيه الصدقة. اختلف العلماء في الإبل والبقر العوامل، أي الذي بعملي هل فيهن صدقة؟ الظاهر أن فيهن صدقة حتى يرى التالي، لأن التالي قال في كل سائمة بتعتلف زكاة، وفي والمعلوفة ليس عليها زكاة. بقينا في العوامل، الذي بعملين بسنين، هذا الذي بعملين إن كان بعملين إلى نصف الصبح أو إلى بعد الظهر ثم يرتعي ما يرجعين إلا راويات شابعات، هذا فعليهن زكاة. وإن قد كان بعملين ويرجع للبيت ويعلفوهن في البيت ويشتروا لهن علف فليس عليهن زكاة. إلى هنا. ما بيقول ندري هذا معلوف ما بش فيها زكاة. الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله صدقة الخلطاء. قال مالك في الخليطين إذا كان الراعي واحدا والفحل واحدا والمراح واحدا والتلب واحدا الرجلان خليطان، وإن عرف كل واحد منهما ما له من مال صاحبه، قال الذي لا يعرف ما له من مال صاحبه ليس بخليط إنما هو شريك. قال مالك ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. وتفسير ذلك أنه إذا كان لأحد الخليطين 40 شاة فصاعدا وللآخر أقل من 40 شاة كانت الصدقة على الذي له 40 شاة ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة، فإن لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جميعا في الصدقة ووجبت الصدقة عليهما جميعا. فإن كان لأحدهما 1000 شاة أو أقل من ذلك مما تجب في الصدقة وللآخر 40 شاة أو أكثر فهما خليطان يترادان الفضل بينهما بالسوية على قدر عدد أموالهما على 1000 بحصتها وعلى 40 بحصتها. هذا قال مالك. مذهب مالك أن الخليطين إذا كان الراعي واحد والفح واحد والمراح واحد والتلو واحد شرط فيهن الوحدة في الأربعة هالأشياء. العلماء بيقولوا إذا كان مسرحهن واحد ورجعتهن واحدة ما عاد بيقولوش ما هذا شرط أن يكون الفح واحد وأن يكون الدلو الذي أشكوهم به واحد. هذا لبالك في شروح الحديث بيقولوا الخلطين إذا كان الراعي واحد ومسرح جمعة ورجوع جمعة. هذا الرأي له. هذا بيقول هكذا. وأيضا بيقول إذا واحد معه 40 والثاني مع 30 لا تجب إلا على واحد وهو 40 وصاحب الثلاثين ما تجبش عليه، مع أن قد سميناهم خليطين. إذا قد سميناهم خليطين فالشاه نخرجها وتكون عليهم أسباع، على هذا 3 أسباع وعلى صاحب 40 4 أسباع. هذا الذي بينص عليه في كتب الفقه. قال وأو أكثر فهما خليطان يترادان الفضل بينهما بالسوية على قدر عدد أموالهما على 1000 بحصتها وعلى 40 بحصتها. قال مالك الخليطان في
في الإبل بمنزلة الخليضين في الغنم، يجتمعان في الصدقة جميعا إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. وقال عمر بن الخطاب في سائمة الغنم إذا بلغت 40 شات جاء، وقال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال مالك وقال عمر بن الخطاب: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، أنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي. قال مالك: وتفسير لا يجمع بين مفترقتين، بين مفترقين أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهما 40 شاة قد وجبت على كل واحد في غنمه الصدقة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة. فنهوا عن ذلك. وتفسير قوله ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما 100 شاة وشاة، فيكون عليهما فيها 3 شياه 100 شاة وشاة، فيكون عليهما فيها 3 شياه فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة. فنهوا عن ذلك. فقيل: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمعين خشية الصدقة. قال مالك: فهذا الذي سمعت في ذلك هذا المسألة هكذا فسروها في جميع كتب الحديث، لكن في كتب الحديث بيتوا هذا الحديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بيته موقف على عمر بن الخطاب، مع أنه في السنن وغيره مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاء في ما يعتد به من السخل في الصدقة. حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد التيمي عن ابن عبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل. السخل هي الشاة الصغيرة، والسخل الجمع. فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذاك، فقال عمر: نعم نعد عليهم بالسخل يحملها الراعي، ولا تأخذ الأقول ولا الربا ولا الباخذ ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذع والثنية، وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. يعدها من جملة النساء، لكن لا يأخذ شسخلة لأنها صغيرة، هذه شيء من يربيها، ولا يأخذ الأكولة الذي كثيرة الأكل وما بدسمنش، ولا تأخذ الأكولة السمينة، الأكولة السمينة هذه لا تأخذها لأنها من كرائم أموالهم، ولا الربا الذي في البيت بيربوها وتجلس في البيت إلى أجل يأخذها الحبيب لمحتاجاتهم. لا ينبغي أن نخسر المصدق يخسر الدولة، ولا ينبغي له أن يخسر الرعوي، فلا يأخذ السخلة لأن السخلة هذه صغيرة، هذه ولدت، لا يأخذها لأنه سيظلم الفقراء، لأنه يأخذ السخلة هذه ما قد ينتفعش بها، كما أنه لا يظلم الرعوي ولا يأخذ السمينة ولا يأخذ الرباع المتربي في البيت الذي يحتاجها. ما بلا الأكل بمعنى السمينة، لكثرة أكلها سمنت، فلا يأخذها ولا الربا المربي في البيت بيحتاجها لأجل الحليب، ولا الباخض يعني الحبلى الذي قد أدولت، ولا فحل الغنم يعني لا يأخذ الكبش الذي يحتاجه للشياط، ولا التيس الذي سيحتاجه للبعز،
وتأخذ الجنع الجذعة والثنية. لا بس إذا طابت بالنفس. وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره، يعني بين أن هذا هي العدالة، ما بين أن لا يأخذ الخيار ولا يأخذ الضعيف. قال مالك: والسخلة الصغيرة حين تنتج، والرباية التي قد وضعت فهي تربي ولدها، والباخذ هي الحامل، والأكول هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل. وقال مالك: في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها. قال مالك: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة، وذلك أن ولادة الغنم منها وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث، ومثل لأنه حول الفرع حول أصله. يقول الإمام مالك: إذا ولدت الشياء ولو قبل أسبوع أو قبل يوم نجعل حولها حول الأصل، بخلاف إذا اشترينا أو ورثنا شيات آخر حولها يبدع من حال ما يدخل في إرث الإنسان. ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ثم يبيع صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة فيصدق ربحه مع رأس المال ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه. عند الإمام مالك إذا باع الإنسان الشيء الذي لم يبلغ النصاب فربح، فبالربح هذا بلغ النصاب يجب عليه أن يخرج الزكاة. أما إذا لم يبلغ النصاب ووفاه بشيء جديد ورث أو اشتراه فلا. هذا مذهب مالك متوسط ما بين مذهب الشوكاني ومن وافقه وما بين مذهب الهادي وما وافقه. قال في الأزهار أن الفرع عدي يلحق الفرع الأصل، فرع الشيات تلحق أصولها، وفرع الزيادة في الباء يلحق أصوله يعني في الحول، وهذا فرق بينهن. بيقول إن قد كان في حق الشيات فإنه فرع الفرع يتبع الأصل، وإنه في حق الزيادة حق الربح فالفرع يلحق الأصل. وإن كانت الزيادة شيات جديدة اشتراها أو وهبت له أو ورثها فإنه لا يلحق الأصل. بينما الإمام المهدي في الأزهار قال حول الزيادة حول المزيد، وحول الفرع هو حول الأصل. والشوكاني قال أن الحول لكل شاة ولكل مال زايد ولكل ربح ولكل شيء، كل شيء يعني له حول مستقل بنفسه. هذا مذهب الإمام مالك متوسط ما بين المذهبين. قال مالك: فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه، غير أن ذاك يختلف في وجه آخر، أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفات إليه مالا ترك ماله الذي أفات فلم يزكيه مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها. ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها صدقة ثم أفات إليها بعيرا أو بقر أو شاة صدقها مع صنف ما أفات من ذاك حين الصدقة، إذا كان عندهم من ذلك الصنف الذي أفات لصاب باشية. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك، العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل
تجب عليه الصدقة وإبله 100 بعير فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى فيأتيها المصدق وقد هلكت إبله إلا 5 ذود قال مالك يأخذ المصدق من 5 ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال شاتين في كل عام إن شاء الله أن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله فإن هلكت معاشيته أو نمت فإنما يصدق المصدق زكاة ما يجده يوم يصدق وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده فإن هلكت معاشيته أو وجبت عليه فيها صدقات فلم يأخذ من شو حتى هلكت معاشيته كلها أو صارت إلى ما لا تجب في الصدقة فإنه لا صدق عليه ولا ضمان فيما هلك. يعني إذا كان مع الإنسان النساء وافي وبعد مضى عليه 2 سنين وجاء المصدق وقال له اتي زكاة العام الماضي وابرع وهذا العام لماذا؟ قال لأن العام الماضي مضى الحول وبعك 5 من الإبل وال5 من الإبل عليها شه ثم مضى العام الثاني ومعك 5 الإبل نفسها ما قد رقصت ولا زادت فأتي بشاة أخرى شاتين. قال وأما إذا كانت قد هلكت فلا تجب عليه هلكت أو هلك بعضها فلا تجب عليه إلا زكاة واحدة زكاة السنة الأولى التي قبل أن تهلك وقبل أن تموت ولا تجب فيه الصدقة فإنه لا صدق على وضم فيما هلك أو بضى من السنين. النهي عن التضييق على الناس في الصدقة. حدثنا يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات برع عظيم فقال عمر ما هذه الشاة؟ فقالوا شاة من الصدقة. فقال عمر ما أعطى هذه أهلها وهم ضائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حضرات المسلمين نكبوا عن الطعام. يعني أن عمر بيقول لا تكون شغل تأخذوا الناهية الذي في منتهى السمن ولا تأخذوا أيضا الضعاف فليكون من أوسطها. وهذا قد وردت في أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأخذ المصدق أحسنها ولا يأخذ أرداها بل يأخذ من الأوسط. هذا الحديث مرفوع في كتب الحديث ولكن هنا أتى أكثر المأثورات هنا عن الصحابة وعن عمر بن الخطاب خاصة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال أخبرني رجلان من أشجع عن محمد بن مسلم الأنصاري كان يأتيه مصدقا فيقول لرب المال اخرج إلي صدقة مالك فلا يقود إليه شاف فيها وفاء من حقه إلا قبلها. قال مالك السن عندنا والذي أدركت عليه آل العلم ببلدنا أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم لكن بشرط أن لا يكون من أضعفها أخذ الصدقة وما يجوز له أخذها. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا 5 لغاز في سبيل الله
لأن القرآن قد قال أو في سبيل الله، الغازي في سبيل الله هو من المصارف الثمانية الواردة في القرآن، أو لعامل عليها، هكذا في القرآن أن العاملين لهم حق إلى مقابل عملهم ولو قد كانوا أغنياء، والغزاة لهم حق في الزكاة ولو كانوا أغنياء، أو لغارم منكوب غارم له حق في الزكاة ولو كان غنيا ما دام وقد نكب، أو لرجل اشتراها بماله، لا مانع للإنسان أن يشتري من الفقير أي شيء، الغني يشتري من الفقير ما وقع للفقير من الزكاة، أو لرجل له جار مسكي فأعطوا صدق على المسكي فأهد المسكين للغني. قال مالك الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعمى أو أعوام فيعثر أهل الحاج والعدد حيث ما كان ذلك. وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم قال مالك وليس للعامل على الصدقات فريض مسمى إلا على قد ما يرى الإماء، العامل ما قدش يأخذ كما يريد، ولكن ما عينوا له بقدر عمله وجهده وتعبه. وبعد في بعض الأحوال نؤثر المجاهدين في سبيل الله، وفي بعض الأحوال نعاثر الفقراء والجائعين، إذا هي عام مجاعة فنقدم مثلا الجائعين، وإذا هو عام جهاد فنقدم المجاهدين. قال للإمام أن يتصرف كيف ما يريد، ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها. لكن ولايتها إلى الدولة، الأدلة تدل على أن ولايتها إلى الدولة، وأن الإنسان يسلمها فإن أحسنت فلها وإن أساءت فعليها، ولا يكلف الإنسان ما لا يطيق. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. وردت أحاديث كثيرة في كتب الحديث بمعنى هل نسلمها إلى الأمراء وإن لم يوزعوها في مصارفها الشرعية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوهم الذي يطلبوا منكم واسألوا الله الذي لكم. ولهذا قال مؤلف التنادي البضية وتبرأ ذبة البالك بتسليمه إلى الإباء، قال هكذا، فإذا رب الماء تبرأ ذبته إذا سلم إلى الدولة سواء قد أحسنت في تصرفها أو أساءت. وهذا هو الذي قرره الشوكاني في جميع مؤلفاته، واستدل عليه بعدة أحاديث صحيحة تقول هذا. أما مذهب الإمام الهادي وهو المنصوص عليه في الأزهار فإنها لا تبرأ ذمة المالك إلا إذا سلمها إلى الإمام العادل، أما إذا سلمها إلى إمام ليس بعادل فلا تبرأ ذمته. وإن كان الإمام الظالم هذا صرفها في غير، ولو صرفها في مصارفها إفراد وتفريط. قال في بدر الأزهار ولا اعتداد بما أخذه الظالم أي الوالي الذي ما بيصرفهاش في مصارفها، لا اعتداد بما أخذه الظالم غصبا وإن وضعها في موضعه. يقول صاحب الأزهار هكذا، لا اعتداد بما أخذه الظالم غصبا وإن وضعها في مواضعها ما دام وليس بإمام عادل.
وهذا تكليف ولا يضار. من النبتي لإمام عادل ولا إمام عادل؟ الأحاديث كلها تدل على أنها تبرأ ذمة رب الماء إذا كان قد سلمها إلى المصدقين والولاة، سواء صرفوها في مصارفها أو لا، وسواء كانوا عادلين أو غير عادلين. ويسرد الشوكاني في وبل الغمام وفي السيل الجرار وفي التراري المضية وفي غيرها الأحاديث التالة على أنها تبرأ ذمة الرب المالي مهما قد سلمها إليهم، سواء كانوا عادلين أو غير عادلين، سواء صرفوها في مصارفها أو في غير مصارفها. هذا هو الذي تدل عليه الأحاديث. أما صاحب الأسهار الذي قال ولا اعتداد بما أخذها الظالم غصبا وإن وضعها في موضعها فليس له دليل على ذلك، وفيه إحراج إذا قد كان هناك دولة ظالمة أو بتصرف دولة ظالمة وسلمناها إليها فصرفتها في مصارفها وجدت دولة عادلة فنتي زكاة العشر السنين. ولهذا لما دخل الحسن صعده بعد ثورة 26 من سبتمبر بأربع سنين أو بثلاث سنين بلغهم بأنه لا اعتداد بما أخذتها الجمهورية وإن وضعوها في مواضعها، وبلغهم أنهم يتوا زكاة الأربع السنين، فنفروا من هذا ورجعوا يجمهروا من تحت رأس هذا، لأنه كان لازم أن يقول ما قد سرسع ما قد كان سرسع وسلموا ذا الحين الزكاة في صعده إلى الدولة الملكية. أما أنهم يجبرهم على أنهم يسلموا ما كان قد سلموا إلى الدولة فهذا يعني غريب جدا، يعني تكليف ما لا يضاد. هكذا سمعنا أنه بلغهم بهذا، كما سمعنا في كتب التاريخ أن بني نجاح كانوا ملوك على التهايم، والصليحيين كانوا ملوك وصلاطين على الجبال، فكانوا يحتربون دائما. ففي أيام الشتاء كانت القوة الصليحية تدخل وتحتل تهامة، وبني نجاح يهربوا لأن الجيش الجبلي في أيام الشتاء